تهددت من تكرار استهداف نقاطها، وفي خامس هجوم ردت. مدفعية الجيش التركي تقصف مواقع ومقرات لميليشيات أسد في تل بزام شمال حما، وأخرى في ثكنة الكريم بسهل الغاب. الرد التركي جاء بعد دقائق على استهداف ميليشيات أسد نقطة المراقبة التركية في مدينة مورك شمال حما بقذائف المدفعية والهاون، ما تسبب بحدوث دمار وحرائق في النقطة وسط أنباء عن وقوع إصابات. بدورها وزارة الدفاع التركية قالت إن نقطة المراقبة رقم 9 في مورك تعرضت لهجوم متعمد مصدره تل بزام، وبأن القوات المرابطة في الموقع ردت مباشرة بأسلحتها الثقيلة، وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات ضرورية مع روسيا فيما يتعلق بالهجوم لمراقبة الوضع عن كثب. مراصد ميدانية مختصة بتتبع حركة الطائرات والاتصالات قالت إن طائرة حربية تركية من نوع F-16 حلقت في سماء محافظة إدلب وتوجهت جنوبا بعد القصف الذي تعرضت له نقطة مورك، فيما أشارت المراصد إلى أن الطائرة الروسية أمرت طائرتين لميليشيا أسد كانتا تحلقان شمال حما بمغادرة المنطقة على الفور، وهو ما اعتبر تحذيرا من خطر استهدافهما من قبل نقطة مورك أو الطائرة الحربية التركية. الرد التركي على مواقع ميليشيات أسد اعتبر بحسب وسائل إعلام كأول اشتباك علني على الأرض في منطقة خفض التصعيد المبرمة بين تركيا وروسيا في شهر أيلول من العام الماضي، كما يأتي بعد 3 أيام على هجوم مماثل استهدف النقطة التركية في شيرمغار غرب حما بأكثر من 35 قذيفة تسبب بحدوث حرائق وإصابة 3 جنود، فيما أعقبت هجوم شيرمغار الرابع من نوعه خلال شهر سلسلة تطورات تمثلت بإرسال مزيد من التعزيزات التركية إلى نقاطها المنتشرة شمال حما وإدلب، وتعهد رئيسها رجب طيب أردوغان بالرد والقيام بالمطلوب في حال تكرار هجمات ميليشيا أسد. في المقابل تقول مصادر عسكرية إن ميليشيات أسد الطائفية المختصة بقصف وقتل المدنيين لا تملك القدرة أو حتى القرار على فتح معركة مع تركيا التي تمتلك أوراقا كثيرة قد تقلب الكفة سريعا شمال سوريا في حال استخدامها، وإن استهداف ميليشيات أسد للنقاط التركية يأتي بتوجيهات روسية في محاولة لضرب الاتفاق الروسي التركي في منطقة خفض التصعيد والتملص منه، ما قد يعني أن المنطقة مقبلة على مزيد من التطورات وربما المفاجآت.